خوتي الفلاحه شركه كوميكوم جايبه لكم البشاره. اللي شرا تراكتور ماسي فيركيسو 440 80 عاود قبل من 31 مارس 2011، كوميكوم كتهدي لي 3 ديال الالات فيها جوج ديال الحرث وكسكاس ديال لانغري، ولا تخفيض في الثمن كيوصل حتى 36000 درهم، والخير ملي كيجي كيجي في مره. شركه كوميكوم الوكلاء ديالها كيسهلوا عليكم الخلاص، وفوق هادشي كتشاركوا في القرعه السنويه الكبرى اللي فيها عده جوائز للربح. ايوا اش كتسناو؟ زوروا اقرب وكيل ديال شركه كوميكوم وموعدكم مع قافله ماسي فيركيسون في اهم الاسواق الاسبوعيه اللي قريبه لكم. العلامه ديال التراكتور الاحمر غادي تكون باينه لكم.